أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذه الحلقة غادي نتحدث عن إبليس والعلاقة ديالو بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن إبليس كيف ما هو معروف أن الاسم ديالو هو إبليس، وإبليس بمعنى القانط، بمعنى أنه قانط من رحمة الله، بمعنى أنه أبلس. إبليس عنده عرش وعنده أعوان، تجلس على العرش وتبدأ تسمع الأعوان ديالو أش لي دارو. تقول واحد فيهم يلا قلت أش درتي، تقول لك أنا راه ما تفرقت على واحد حتى ولا تكذب. تقولي ما درتي والو. تقولي وانت اش درتي؟ تقولي انا راه ما تفرقت على واحد المراه حتى ولات نمامه تتنمم. تقولي انت يا ما درتي والو. تمشي لعند واحد اخر تقولي وانت اش درتي؟ تقولي انا يا راه ما تفرقت على واحد حتى زنا. تقولي وما درتو كاملين والو. تهز واحد صبعو تقولي قول، تقولي انا ما تفرقت على واحد جوج، على واحد الراجل ومرتو حتى طلقو، حتى طلق مرتو. تقول ليه مزيان انت هاد العمل اللي درتي هو اللي مزيان، وتجيبو وتقربو ليه تجلس وحده. ابليس عارف ان المجتمعات الى بغينا نخربو المجتمعات اش خصنا نديرو؟ تخصنا نخربو العلاقات اللي تتكون بين المجتمعات، العلاقات اللي تتكون بين الزوج والزوجة ديالو، العلاقة اللي تتكون بين الأبوين والأبناء ديالهم، العلاقة اللي تتكون بين أفراد المجتمع. إلا فسدت مشى المجتمع، فسد المجتمع. كان ملي تيبغي يضل شي واحد من الناس تصفت الأعوان ديالو، ولكن واحد النهار قال لك أنه خص يمشي شخصيا. بغى يمشي شخصيا لفين؟ بغى يمشي شخصيا حيت هو عارف أن الشخص اللي بغى يمشي لعندو هو ماشي سهل، اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان تيمشي هو شخصيا. مشى واحد النهارات على هيئة رجل، بمعنى أنه تجسد الهيئة ديال رجل، تجسد لهيئة رجل نجدي. هو يمشي لقريش وساهم وشارك في دار الندوة. دار الندوة اللي كانت تديرها قريش تبداو تستشروا الأمور اللي تتخص قريش وتتخص العلاقة بقريش بالقبائل الأخرى. إبليس مشى على هيئة هذا الرجل الشيخ النجدي وهو يشارك في الندوة، وبدا تسمع آراء ديال الناس. كل واحد اش يقول بغي يديرو مع محمد اللي ولا تي الناس تعتنقوا الدين ديالهم. حتى سمع واحد من الأعضاء ديال الندوة تيقول اش بان لكم أننا نقتلو محمد؟ ويقول ليه مزيان هذا الرأي مزيان، وأنا تنشجع هذا الرأي اللي هو اش؟ اللي هو قتل محمد. اذا تمشي شخصيا. وكذلك مشى شخصيا لعند قريش وهما تهيئوا ريوسهم باش يحاربوا محمد صلى الله عليه وسلم. مشى ابليس لعندهم وهو على هيئه رجل، مره اخرى هيئه رجل اسمه سراقه ابن مالك. مشى لعندهم وبدا تشجع فيهم وتقول لهم خصكم تقاتلوا محمد وتقتلوه محمد، وراه غادي نساعدكم انايا وغادي نجيب مازال رجال اخرين من القبيله ديالي حتى هما يعاونوكم. ولكن غير تلاقى قريش مع المسلمين في غزوه بدر
غير تلاقى الكفار مع الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر، إبليس بدا تيشوف ملائكة نازلة من السماء بيساعدوا الرسول صلى الله عليه وسلم في القتال ضد الكفار. اش دار إبليس؟ هو يدور ويهرب. قال لي واحد من الكفار: إلى أين أنت ذاهب؟ قال لهم: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف رب العالمين. هو يهرب ويخليهم، وبطبيعة الحال تهزموا في هذه المعركة اللي هي معركة بدر. سأل إبليس على شكون أشد الأعداء ليه، وهو يقول لهم محمد. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله